السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كي جي وان؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فعلا فعلا المدرسة وحشة من غيركم، بس يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة حبايبي هنشرح حرف جديد، ويا رب تكونوا رجعتوا على الحروف اللي فاتت ونراجع مرة واثنين وثلاثة زي ما احنا كنا متعودين في الكلاس. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض حرف الغين. احنا طبعا عارفين حرف الغين، اخدنا شكله قبل كده واخدنا اخو الغين، بس ما كانش عليه نقطة. فاكرين كده؟ فكروني يا ميس سميرة، ايه هو الحرف اللي من غير نقطة؟ ايوة، اسمه عين. طبعا الغين حبت تعمل زي الغين حبت تعمل زي العين، بس قالت ايه ده، هو انا هفضل ابقى عيني زيها؟ فحطت النقطة على رأسها من فوق عشان يبقى اسمها غين. يلا تعالوا معانا نشوف أغنية حرف الغين بتقول ايه. غين غراب لونه أسود يا أصحاب، غين غراب لونه أسود يا أصحاب. معانا هنا هنشوف شكل الغين. ايه ده، هي الغين بتختلف يا ميس سميرة؟ أيوة، أنا عندي الغين وهي واقفة لوحدها بيبقى ليها شكل، ولما تمسك إيد أصحابها بيبقى ليها شكل تاني وبتفرد إيديها على السطر. إيه ده، إيه ده اللي تحتيها ده كمان؟ هي دي كمان غين؟ أيوة، بس إحنا هنا قفلنا الغين عشان ما نتلخبطش. لو شفنا كلمات فيها الغين مفتوحة وفيها الغين مقفولة، يبقى إحنا هنا الغين ليها كام شكل؟ ليها شكلين، ممكن تكون مفتوحة وممكن تكون مقفولة. قولوا معايا: غين غين غين. أنا عندي يا حبايبي، عندي احنا قلنا الحركات بتاعتنا الفتحة والكسرة والضمة والسكون. الفتحة بفتح بقي، يلا ننطق كده معايا: غا غا، غين فتحة غا، غين كسرة غي، غين كسرة غي غي، غين ضمة غو غو، غين سكون غا غا. يبقى أنا عندي الفتحة بتبقى من فوق، شرطة بكتبها على الحرف من فوق، الكسرة بتقع تحت السطر وبتقع تحت الحرف، الضمة بضم بقي فيها وبتبقى فوق الحرف، والسكون بتبقى واقفة شاطرة ما بتتحركش وما بتغيرش حرف فيها في الحركة. يا ترى أول حرف عندي هنا إيه؟ غين فتحة غا غا غا، غزال غا غزال. وعندينا ايه تاني يا ترى؟ غا غسالة غا غسالة. ايه ده، ايه ده اللي طال ايه ده اللي ظهر في الصورة ده؟ ايوة، دي اسمها غابة يا ميس سميرة، غابة. الغابة دي بتكون فيها ايه؟ الاسد ملك الغابة. برافو عليكم. يبقى احنا عندنا غا فتحة غزال، غا فتحة غسالة، غا فتحة غابة. غا هنا الغين تحتها كسرة تبقى غي، الغين تحتها كسرة غي غي ناء. البنوتة الشاطرة اللي واقفة دي بتعمل ايه؟ بتغني، عشان كده احنا بنقول غي ناء، غين كسرة غناء. الله، مين هياكل معايا الاكل ده كله؟ ده اسمه غين كسرة غذاء، غين كسرة غذاء. لازم يا حبايبي كلنا ناكل الاكل بتاعنا اللي هيغذينا ويقوينا. برافو عليكم، كلنا نشرب اللبن. غين ضمة غو، غين ضمة غو غو، غصن غو
غصن، واحنا قلنا ان الغصن يا حبايبي ده فرع من الشجرة بيبقى طالع منه فرع صغير. ايه ده ايه ده الصورة اللي طلع؟ ايه الطائر اللي واقف على الغصن ده؟ غو غراب، غو غراب، غو غوريلا، غو غوريلا. يبقى غين ضمة غو غصن، غو غراب، غو غوريلا. الغين بتاعتنا الهادية اللي عليها سكون ما بتتحركش، يا ترى في كلمة ايه؟ برافو عليكم. اغنام اغنام اغنام. الغين هنا ما اتحركتش ولا تغير شكلها ولا صوتها. برافو عليكم. يبقى غين سكون اغنام اغنام. برافو عليكم يا كي جي وان. بصوا حبايبي، احنا عندنا صورة الغزال، يا ترى بالغي ولا بالغو ولا بالغا؟ اسمع كده. ايوه برافو عليكم. غا غزال، غا غزال. شاطرين. احنا حطينا دائرة حول الغين اللي عليها الفتحة. نشوف الصورة اللي بعديها. ايه البنوتة الأمورة دي بتعمل ايه؟ غناء، غناء. يا ترى دي فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ هنشوف مع بعض. برافو. غي تحتيها كسرة، غي تحتيها كسرة، تبقى غناء. الصورة اللي بعديها غصن، غصن، غو. يا ترى دي فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ ننطق كده مع بعض ونشوف الحركة شكلها ايه. غو. برافو عليكم. يبقى غين ضمة. نحط دائرة حول الغين اللي عليها ضمة. هنا حبايبي احنا اخدنا صورة غصن. طب ايه رأيكم نشوف الكلمة اما نيجي نكتبها نكتبها ازاي؟ طب الاول فكروني كده، هي غصن بالفتحة ولا الكسرة ولا الضمة؟ غو غو. أيوة أنا هسمع. برافو عليكم، عليها ضمة. طيب غو صن، غو صن، يبقى غين عليها ضمة غو. هتمسك في ايد صاحبتها الصاد وهتمسك في ايد صاحبتها النون. ننطقها كده مع بعض. غو صن، غو صن، تبقى كلمة غصن، تبقى كلمة غصن. شاطرين حبايبي، احنا النهاردة رجعنا حرف الغين وعرفنا حركاته بالفتحة والكسرة والضمة والسكون، والكلمة كمان اللي هنحفظها يا ميس سميرة ونقدر نكتبها، بس لما نيجي نكتبها ننطقها ونسمع ونكتب. برافو عليكم يا كي جي وان. يا رب تكونوا فهمتوا حرف الغين معايا، وان شاء الله يكون سهل ليكم. واقول لكم اشوفكم في الحرف الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.